مسألة رابعة، ساق شاقولية مهملة الكتلة. لو إني كلمة مهملة الكتلة، يعني بعد شوي اي دلتا هايجنز بدها تكون صفر، طولها واحد متر. نثبت في المنتصف كتلة ام واحد تساوي 0.4 كيلوغرام، وفي الطرف السفلي كتلة نقطية 0.2 كيلوغرام. لتؤلف الجملة نواف ثقلي مركب. اي حالة خاصة اذا تتذكروا البارحة؟ حالة خاصة 2، احنا سميناها حالات خاصة، قلنا حالة خاصة 2. المطلوب احسب الدور في حالة سعات زاوية صغيرة. القانون على الاحياء، قانون الدور 2 بي تحت جذر اي دلتا على ام بي جي بي دي. الام هي عبارة عن امين، الام واحد والام اثنين. الام واحد للساق، لا ام واحد للكتلتين لان الساق صفر. ضل عندنا الاي دلتا. الاي دلتا هون مثل ما اخذنا البارحة انها هي اي دلتا هايجنز زائد اي دلتا للكتلة الاولى زائد اي دلتا لمين؟ للكتلة الثانية. هايجنز ما في هون لان الساق مهملة، اذا كانت الساق مهملة هايجنز اختفت. ضل اي دلتا للكتلة الاولى، اي دلتا للكتلة الثانية. اي دلتا للكتلة الاولى هو جذاء الكتلة بمربع بعدها، فالكتلة الاولى بالنص، الكتلة الاولى بالنص، فالبعد من هون لهون شو بيكون؟ ال على 2 زائد جذاء الكتلة الثانية، الكتلة الثانية تحت هون، فبعدي شو بيكون؟ ال، الكتلة الثانية بمربع البعد. تحسب اي دلتا عم تطلع 0.3 كيلوغرام متر مربع. نجي على الدي. الدي بالمقام مجموع الكتلتين، بنبسط كل كتلة ببعدها. الكتلة الأولى بعدها ال على 2، الكتلة الثانية بعدها ال، بنحسبها بتطلع الدي 2 على 3. بنعوض بقانون الدور، عمليات حسابية، الدي بتروح مع جذر العشرة إلى آخرين، تحسبوهم بتطلع معنا شو طالع معكم أنتم؟ صح الجواب معنا؟ جذر 3 ثاني. الطلب الثاني، نزيح الجملة عن موضع التوازن بزاوية تيتا ماكس كبيرة أكبر من 0.24 ويترك دونها السرعة ابتدائية، فتكون السرعة الخطية. لك هالمرة أعطاك الفي، لحظة المرور بالشاقول 4 بي على 3 جذر 3. احسب هاي السرعة الخطية لمين بالله؟ لمركز عطالة النواز. عند الفي اكتبوا لنا السي صغيرة، في سي سميها. إذا أعطاك في سي، هاي في سي، بدو السرعة الخطية للكتلة. احسب السرعة الخطية للكتلة بالطلب الأول، بالطلب الثاني بدو تيتا ماكس. طبعا بدنا نتعلم طريقة سهلة. هلا أخذنا القوانين من شوي. المسألة الأولى، في للكتلة، شوف في للكتلة هي السرعة الزاوية، في الخطية طبعا، السرعة الزاوية ببعد الكتلة. احنا اي كتلة عم يحكوا عنها؟ ام 2، تبع الكتلة اللي بده اياها. احسب السرعة الخطية للكتلة ام 2، فلاحظ بعد الام 2، قديش كان بعد الام 2؟ ال، فلاحظ هلا مثل ما اخذناها اوميجا بي ال. طب في لمركز عطالة الجملة هي اوميجا بي دي، انسبهم على بعض، قسمهم على بعض. في سي على في ام 2 بتساوي اوميجا بي دي على اوميجا بي ال، بتروح الاوميجا مع الاوميجا، شو بضل عندنا؟ في سي عوضناها معنا اياها. في ام 2 نحن بدنا اياها، والدي معنا اياها، والال معنا اياها، الوسطين بالطرفين، بتطلع معنا في لام 2. طبعا في طريقة ثانية، فينك من في سي تحسب الاوميجا، ترجع تعوض بالقانون الاول، تطلع معك في ام 2 بطريقتين اخرى. من هون تحسب اوميجا، بتعوضها بالاولى، بتطلع في ام 2 كمان تقبل. الطلب الثاني،
بده 3 ماكس انه نطبق نظريه الطاقه الحركيه اخذناها البارحه. اي كي 2 ناقص اي كي 1 يساوي عمل الثقل زائد عمل رد الفعل. هذه صفر نقطه تاثير هذا تنتقل، هذه لانها تركت دون السرعه الابتدائيه. اي كي 2 نص اي دلتا اوميجا مربع. هون انتبه، عمل الثقل وام بجي بي اتش، والام هو مجموع كتلتين، هذا الفرق دير بالك منه دائما. والاتش لاحظ هو دي في كوساين تتا 2 يعني كوساين الصفر، لانه قالوا عند الشاقول انه واحد ناقص كوساين تتا ماكس، نحن بدنا هيك. والاوميجا شو قانون الاوميجا؟ نحن الاوميجا ما معنى هي هو في ليك الاوميجا، من هون جاي الاوميجا، انتبه هي في س على د، ليك بدل الاوميجا شو بنعوض؟ في س على د للتربيع. هدول معنا اياه هون عوضناه هون، والطرف الثاني التعويض هون. مين المجهول الوحيد هون؟ كوساين تتا ماكس. هون في عمليات حسابيه اشتغلوها، اعزول كوساين تتا ماكس تطلع نص، تتا ماكس تطلع بي اكثر. اشتغلوا عمليات حسابيه وفرجوا فظيعه. مشان نميز بيناتهم ثقلي البسيط ثقلي المركب، عشان ما تخلط بيناتهم انتبه. ثقلي البسيط بيكون عندك خيط بالمساله، خيط او سلك. هون نرجع من قرص او ساق. هون نطبق قانون نيوتن الثاني، سيجما اف تساوي ام بي ار، نشتغل على هي. اما هون نشتغل على علاقه العزوم، نظريه التسارع الزاوي، يما تساوي اي دلتا مجموع العزوم تساوي اي دلتا بألفا. هون بنطبق نظرية الطاقة الحركية، بس فرق بيناتهم انه هون الاي كي هو نص ام في مربع، اما هون الاي كي شباب هو نص اي دلتا اوميجا مربع. ميز بيناتهم لا تفرقوا من بعض. طبعا المخطط بفيدكم بالمسائل. Thank you.